صوت واحد واطلقوا عليكم النار. اخلعوا ثيابكم واياكم ان تصرخوا. هدول هني كل البنات؟ اي نعم، هدول هني كله. كل البنات يكشفوا عن وجهن. يوه، شو هالحكي لك اخي؟ ما بيجوز هدول حريمات. كل البنات يكشفوا عن وجهن، يلا. الله يجبرك يا اخي، شو انت ما عندك اخوات بنات؟ ما عندك حريمات بعيلتك تخاف عليهم؟ اللي ما بتكشف عن وجهها راح اعدمها هون. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. يلا يا لطيف، يلا يا بنات، مجبورين، امرنا لله، خطيتنا برقبته. اكشفوا اكشفوا عن وجهكم، الروح غاليه. سولتا، لقم سلاحك وصوب. ممكن تفهمنا شو اللي عم بيصير يا حضرة الجنرال؟ في يوم أمس بآخر النهار، نساء أو رجال بلباس نسوة اعتدوا على جنودنا بالخناجر وطعنوهم حتى الموت. اثنان من الجنود فارقوا الحياة، وثالث بحالة خطرة. عندما يتماثل الجندي الثالث للشفاء، سوف يخبرنا حتما من قتل جنودنا. لذلك ولحين شفاء الجندي الثالث، سوف نأخذ كل شباب الحارة إلى السجن للتحقيق معهم، وسيستمر توقيفهم حتى نفهم ونعرف منهم الحقيقة. اسكوزي موامون جنرال، هذا التصرف غير لائق أبدا. سيد عزمي، هل تريدون قتل جنودنا ونظل ساكتين؟
ممكن تفهمونا كيف انقتل عسكركم على باب المشغل يلي كله بنات؟ لحظة! رح اقول لك كيف انقتلوا عسكركم. لأنه عم بيحاولوا يعتدوا على أعراضنا. ما في ولا واحد من شباب ورجال الحارة بيقبل إنه يقربوا على مشغل كله نسوان. عرفتي مين البنات اللي اعتدوا على جنودنا؟ لا والله ما عرفت. انت وحده كذابه. اترك فريال يا مجرم. مين المجرم؟ يلي بيتقاوى على حرمه بيكون مجرم. 60 مجرم. مين اللي اعتدى على جنودنا؟ جنودك كانوا واقفين على الباب لما طلعنا من هون. كملي. بس هيك. مين آخر بنت طلعت وسكرت الباب؟ ما بعرف. مين آخر بنت طلعت وسكرت الباب؟ ما بعرف. وانت يا بنت امتى طلعتي من المشغل؟ طلعنا كلنا سوا. انت وحده كذابه. هذه البنت اما مشاركه بالجريمه او تعرف كل شيء عنها وهي تتستر على الفاعلين. اعتقلها. خذوها. أنا وصلت بتحقيقاتك يا كابتن. سيدي الرقيب دانييل يقول أنهم طلبوا منه الذهاب معهم إلى المشغل لممارسة الجنس مع الفتيات، ولكنه اعتذر بسبب ألم في بطنه. حسناً، فهمنا سبب وجود جنودنا في المشغل. هل استفاق الرقيب جوني من غيبوبته؟ للأسف سيدي لا. يبدو أنه تعرض إلى ضربة على رأسه غير الطعنة التي في صدره، وهذا ما أدخله في غيبوبة. قد يحتاج إلى وقت طويل ليروي لنا ما حصل. هل حققتم مع الفتاة المعتقلة؟ نعم سيدي، ولكن يبدو أنه ليس لديها أي معلومات. حاول معها مرة ثانية واضغط عليها وستعترف بالتأكيد. حاضر سيدي. ومتى نحقق مع الشباب؟ نحن الآن أمام جريمة غامضة، لذلك دعهم الآن حتى ينضجون أكثر. وضع بينهم سجينا يخبرك عن كل ما يدور بينهم من أحاديث. حسنا. أريد إطلاق سراح ولدي. الموقوف لديكم في الحاكمية، وأعتقد أنه من خلاله سوف أحصل على معلومات عن الجريمة. سأخلي سبيله بشرط أن تخبرني خلال أسبوع من قتل جنودنا.
وإذا لم تأتي لي بالخبر اليقين سأعيده إلى السجن. ولكن ولدي سيدي الجنرال لديه امتحان في كلية الطب بعد 20 يوم. هذا هو شرطي، إن وافقت عليه سأخلي سبيله بعد ساعة. جنرال، هناك جندي لا يزال على قيد الحياة، اسألوه إذا كان ولدي عصمت قد شارك في هذه الجريمة أو إذا كان قد رآه. أنا أتحمل مسؤولية. الجندي في حالة خطرة، ومع ذلك سأذهب إليه بالتأكيد وأسأله. نعم. أنت أصمت؟ أي شرف طلاق لا سبيل. وبقية الشباب؟ شبهم بقية الشباب؟ ما رح تطلعوهم؟ هيك الأوامر، ما في خلاص سبيل غير لك. إيه بتروح بتقول للي طالع الأوامر إنه أنا ما رح أطلع من هون إلا رجلي على رجلهم. اسمع اسمع، رفضك للأوامر رح يكلفك كتير. الله معك. الله يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي لكننا بنطلع لكن يا دنا نبقى هون. شو هالدكتور هذا؟ ارفع صوته. يا وينك؟ يا وينك؟ ليكونوا مخربطين بالاسم بينه وبين هنائي السنانيري. هنائي تعال. سيبوني يا ناس بحالي بحالي اروح مطرح ما اروح. اسمعي ولي حيواني، اقسم بشرفي إذا ما بتقولي مين البنات اللي كانوا بالمشغل لخليك تتمني الموت. قلت لك ما بعرف، طلعنا كلنا سوا. انت وحدك كذابة. انت قلي شو كانوا عم يعملوا جنودك بمشغل كلياته بنات؟ خذيها. امشي. عم قلك امشي. أريد أن أتكلم معه الآن. لا يمكنك التكلم معه قبل 5 أيام. تكلم جوني، ما الذي حدث معكم؟ من ضربكم؟ جنرال ابتعد عن المريض، ابتعد. دكتورة أنطوانيت، انت بتعرفي حالك مع مين عم بتحكي؟ هذا مشفى وما حدا بيحق له يتصرف اي شيء الا باذن الطبيب المسؤول. اطلعوا من غرفة العناية والا رح حملكم مسؤولية اي نتيجة بتصير مع المريض العسكري. لكي يتخرج من كلية الطب ما عليه الا ان يعترف أو يخبرنا من قتل جنودنا. أتو تلير. من بقي بالمشغل اليوم؟ سعادة الكابتن، أنا طلعت أول وحدة لأنه أمي كانت بدها يعني. ولماذا لم تحاولي أن تعرفي؟ بلا حاولت، بس كل بنت حكت شكل فما قدرت أعرف شيء. وما رأيك ببثينة؟ هي أكثر وحدة بشك فيها، بس مين كان معها أنا ما بعرف. ولكنها لم تعترف. ضربوها ضربوها إلا ما تعترف. سعادة الكابتن، ممكن أطلب منك طلب؟ معلش ما حدا يعرف إني عم بجي لعندك، لأنه أبي إذا عرف ممكن يموتني. عزيزتي افتكار، ماذا تقولين؟ أنت أهم عميل لدينا ونحن الآن نفكر بأن نمنحك جنسية فرنسية. سيدي الله وكيلك مالي لقيان. هلا بصفرن 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 سيدي. سيدي والله أنا ما دخلني، طالعوني من هو. شبه إذا ما بتعترفوا ما رح تطلعوا من هون يا أولاد. ما رح تطلعوا من هون. ما
اكشفي عن وجهك، اكشفي عن وجهك. هيا خذوها. افرادوا عني، حدا يمد ايده علي. ماني خايفة منكم لحتى اهرب، بمشي لحالي. حسنا تفضلي. يا لطيف شو صاير؟ ابن اليمين يا ترى شو في؟ والله شي بخوف. عاشت سوريا الأبية، عاشت سوريا الأبية. عاشت سوريا الأبية، عاشت سوريا الأبية. عاشت سوريا الأبية، عاشت سوريا الأبية. عاشت سوريا حرة مستقلة، عاشت سوريا حرة مستقلة. عاشت سوريا حرة مستقلة، عاشت سوريا حرة مستقلة. لك يا شباب سمعني مثل بعدي أنا سامي. عاشت سوريا، عاشت سوريا حرابية، 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 عاشت سوريا حرابية. استقبل الاحتلال، عاشت سوريا الأمية، 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 عاشت سوريا حرة مستقلة، عاشت سوريا حرة مستقلة. عاشت سوريا حرة مستقلة، يسقط الاحتلال، يسقط الاحتلال. عاشت سوريا حرة مستقلة، عاشت سوريا حرة مستقلة، عاشت سوريا حرة مستقلة، عاشت سوريا حرة مستقلة، عاشت سوريا حرة مستقلة. هذا يا كابتن، ماذا سأستفيد أنا من كل هذه الأوراق؟ هذا ما توصلنا إليه. أنت لم تتوصل إلى شيء يا كابتن. سيدي يبدو أننا لم نعتقل أحدا من الفاعلين أو العارفين بالجريمة التي ارتكبت بحق جنودي. ما علينا إذن إلا انتظار جوني ليخبرنا كيف تمت الجريمة كي نستطيع التعرف على الفاعلين. وماذا نفعل بالموقوفين؟ أبقيهم حتى نستمع إلى الرقيب جوني ماذا سيقول. من الأصل عاش العمر طيب ودفاهم، زد وصل بين المحبة والوفاء. من الأصل عاش العمر. We'll be right back.